موجود فيه أبدا. وهذا ما كنا نتحدث به الآن مما ذكر في الدعاء، صيام الدعاء والرقية، نظيره أيضا بعض الخوارق الأخرى، خوارق العادات التي نراها. الإنسان إذا مات فالعادة تقتضي أنه يتحلل و يأكله الدود، يأكل الدود يتغير سريعا. نعم. لكن نحن نرى كثير من الموتى لا يتغيرون، لا تأكلهم الأرض، لا تأكلهم الأرض. صحيح. من آخر ما بلغني من ذلك الشيخ عبد الحميد كشك رحمة الله عليه، أيوة، حدثني أحد الثقات الذين لا يتهمون أنه فتح قبره، هو فتح قبره ورآه بعد هذه المدة الطويلة ولم يتغير شيء في خلقته. ما حمله على فتحه أصلا؟ كانوا سيدفنون فيه، لأن القبور في مصر هي جبانات تفتح ويضع فيها، يتكرر الدفن فيها. ونفس الشيء بالنسبة لأهل غزة، دائما يفتحون قبور الشهداء بعد مدد فيصورونهم. سبحان الله. وبعض الشهداء مصور الآن صورته كما هي، وهم على ما هم عليه. أحد العلماء والصالحين عندنا من قد أدركته وعرفته قارئا لكتاب الله لا يفتر عن ذكر الله، اسمه سيدي محمد بن سيدية بن سيدية بن الطالب، سيدية المشهور، الشيخ سيدية عمه، عمه آه. عمه أبيه، عمه أجداده، عمه عمه، عمه أقصد جده. هذا الرجل أدركته رحمة الله عليه وقد توفي ودفن، ومضى 9 سنوات على دفنه، وجاءت رياح شديدة فنسفت التراب، فإذا هو مضطجع على يمينه على ما كان عليه، حتى الأكفان لم تتغير، لم تأكل الأرض الأكفان. سبحان الله. وليس مدفونا في جبانة ولا شيء، التراب صبت عليه التراب، شنت عليه التراب وسنن. سبحان الله. فالأكفانه لم تأكل التراب. وهكذا. بل ليلة وفاته يجلس مع ابنه ليوصي الوصية الأخيرة، ويقول له: يا عبد السلام يا ابني، عن عمر كم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: عن 63 عاما. قال: أنا الليلة أتممتها فتمت له هذه الليلة 63 عاما. الشيخ بات ليلته، بل قبل وفاته ب4 أيام مفتي استراليا، وكان معي يعني يوم الجنازة، حدثني بهذا. قال: اتصلت به وقلت: يا فضل الشيخ، أود لقاء الأسبوع القادم. قال: إن وجدتني حيا. بل تعجب أن آخر حديث قرأه عليه، آخر طالب علم قرأ عليه قبل وفاته بيوم، آخر حديث قرأ على سمعه قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء. بل الشيخ لكثرة ما تكلم الناس عنه في مسألة تحديثه ببعض الأحاديث الضعيفة، عمد لما منع من الخطابة أن يكتب كتابا كاملا، بل كتب ألف حوالي 55 كتاب في فترة المنع 16 عام، من عام 81 حتى 97، من بينها تفسير كامل للقرآن اسمه في رحاب القرآن، جمع فيه جمعا جيدا، بل صال فيه وجال. وفعل مثل هذا، والكتاب طبع في الحديث، عمل كتاب آخر في اسمه في رحاب السنة على غرار شرح السنة البغوي، جمع فيه الأحاديث الصحاح وبوبها على تبويب الفقه كالبخاري ومسلم والترمذي وغيرهم، بوبها الشيخ رحمه الله تعالى. وكان آخر باب كتبه، وده من العجائب، يعني فرغه الشيخ الله يرحمه من 23 جزء، وفي الجزء 24 مات قبل أن يتمه. كان آخر باب كتبه الشيخ باب آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته، ثم ذكر حديث أمنا عائشة قالت: كان آخر ما تكلم به النبي صلى الله عليه وسلم قبل موته: اللهم اغفر لي وارحمني والحقني بالرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى، اللهم الرفيق الأعلى. والشيخ يعلق يقول: وقد كان للنبي ما تمنى من اللحاق بالرفاق الأعلى، الرفيق الأعلى، وتلك سنة الله في الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. نعم، كان هذا آخر ما كتب الشيخ. ثم لما بات ليلته الأخيرة أصبح في الصباح على عادة يصلي الفجر، وجلس يقول أذكاره، فلما حان وقت الضحى صلى الضحى،
ثم أتته زوجته بالطعام فقالت لسي أحكي لك رؤيا، رأيت الليلة النبي صلى الله عليه وسلم ومعه عمر الخطاب وأمرني أن أسلم، أصافى على عمر وسقطت بينهم ميتا فغسل النبي يديه. قالت ألم تعلمنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا رأى الرؤيا يكرهها فلا يقصها فإنها لا تضره؟ قال من أخبرك أني أكرهها، بل أنا أتمناها وما هي إلا لحظات. قامت امرأته لتجهز أبنائها للجمعة، وقام الرجل لذكر الله عز وجل ثم دخل الحمام فاغتسل غسلا شديدا وخرج من الحمام مسرعا على غير العادة، فصلى الله ركعتين سجد وطال سجوده، وكان السجود الأخير والنفس الأخير لقي الله ساجدا على كتاب ربه وعلى سنة نبيه. أسأل الله أن تغمده برحمة واسعة. بل رأيت بعين رأسي آية أخرى أختم بها حديثي، بعد وفاة الشيخ ب13 عاما قدر لي أن أحضر دفن أخيه عبد السلام، وكان أول مرة يفتح عليه القبر، نزلته بنفسي فرأيت هذا بعيني رأسي، أنا ولد عبد السلام معي، جسد الشيخ وكفنه كأنه وضع الآن، لم يطرأ على الكفن تغيير، لا مزق الكفن ولا انفجر البدن، بل البدن على حاله الذي دفن عليه، كل ما اعترى الكفن بعض التراب في الجزء الذي بين قدميه، أما سائر الكفن فعلى حاله. بل يعلم الله أني نزلت القبر ما شممت منه رائحة إلا ريحا طيبا، ما رأيت فيه حشرة بل نظافة عجيبة، فزاد كل ذلك حبي للرجل. أسأل الله أن يجمعني به في الجنة، أسأل الله لنا حسن الخاتمة، أسأل الله أن يتغمده برحمته وأن يسكنه فسيح جناته. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده، واغفر لنا وله، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.